أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق سموحة على عدم رضاه عن أداء فريقه أمام إنبي رغم الفوز الكبير برباعية، مؤكدا أن تسديد ركلات الجزاء خلال المباراة يكون وفقا لترتيب التدريبات. تلعب فريق مصنف، مستوى أداؤه في الفترة الأخيرة متميز جدا، فريق فاهم واجباته، إمكانياته الفردية والجماعية محدش يقدر ينكرها. راضي عن النتيجة 100% أكيد، راضي عن أننا أخذنا 3 نقاط، مش راضي على مستوى الأداء تحديدا في الشوط الأول، كان في خلل في أداء الأدوار، كان في شوية تعالي في كثير من المواقف. لا تعالي، خلينا أتكلم بوضوح يعني، وبين الشوطين أنا يعني وضحته عن نفت وحذرت بأنه إذا الكلام ده استمر في الشوط الثاني يعني الأمور هتبقى، الولاد محتاجين أنه بين فترة وفترة أنك تفوقهم، أنك تكون مراية لهم يعني، وهم بيستجيبوا بسرعة يعني الحمد لله يعني. لا هو ما طلبش في الثانية مني، أنا ما شفتوش بيطلب حاجة، لأن الكلام ده متحدد من قبل الماتش، نمرة 1 ونمرة 2 وفي نمرة 3 كمان. نمرة 2 كان حمدي السيد بعد ما شاط الثانية فطبعا الطبيعي أنه هو ما ياخدش الثالثة يعني، فلازم يدخل نمرة 2 اللي هو حمدي.